بيكم مرة تانية بعد الفاصل، وقفنا عند نقطة مهمة لما كابتن نادين ركب الطيارة ونزلت مطار ايه نزلتي؟ نيويورك. كويس، نزلنا بقى ايه اللي حصل؟ عايزك تحكي لي الطريق لغاية ما وصلت الجامعة، مين استقبلك هناك؟ ايه الأحداث؟ أنا رحت هناك كان هما المدربين بتوعي كانوا مستقبليني، متحمسة جدا طبعا زي ما انا رايحه على حاجه انا ما اعرفش، انا رحت وما اعرفش انا رايحه مع مين، ما اتكلمتش، اتكلمت مع واحده مثلا في الفرقه ومع المدربين بتوعي وبس كده، غير كده بقى ما اعرفش اي حاجه، لسه ما كنتش محدده انا عايزه ادرس ايه بالظبط، رايحه اللي هو انا يلا هروح اجرب بس هنبسط وهشوف انا عايزه اعمل ايه. ف يعني الحماسه كانت واخداني زي ما بيقولوا. لا نزلتي مطار نيويورك؟ لا الطياره الثانيه لما كان شفتي انا عارف في اخبار ناس بتقولي بعدين ركبت الطياره الثانيه. انا لما وصلت انا ما كنتش مصدقه ان انا مسافره ولا كنت مصدقه ان انا في الطياره بجد، غير لما نزلت في مطار نيويورك اللي هو ايه ده انا بجد في امريكا والله. ساعتها حسيت اللي هو ده انا فعلا سافرت امريكا بس. وبعدين وصلت بقى هناك لقيت ان كلهم مستنيني جدا، اتعرفت على يعني كلمت الناس كلها مع فرقتي. دخلتي على طول نزلتي مطار على الفرقه يعني؟ لا بصي عايزك انا شويه الاحداث بالهيد. لا هو ما فيش، هو انا فاكره اليوم لما وصلت بالليل رحت على طول كنت بت اليوم ده عند الكوتش، وبعدين تاني يوم ساعتها لما رحت بقى في دورم بتاعت الجامعه مع الرومي بتاعتي، واللي هو كنت ساعتها اول مره بقى اقابل الفرقه كلهم عارفين في بنت من مصر جايه. مين بقى؟ طبعا هم هناك مصر، اهرامات، جبال صحراء. كل يوم بمشي كده ايه بتروحي يعني المشوار بتاعك بالجمل؟ لو انا عندي جمالين كل يوم الصبح بصحى اشوف كده انا عايز اركب اي واحد واروح. تمام. ما عندهمش فاكرين ان احنا ما عندناش عربيات اساسا يعني. تمام. طبعا اكيد فاكرين ان احنا عايشين في الرمله، كل اللي درسوه اهرامات جمال بس وشكرا بس كده. بس فاللي هو طبعا الموضوع ده كان مضايقني الاول في شويه، كنت عماله بوريهم صور بقى بوريهم صوري انا يعني شخصيه اوريهم انا لما بسافر والبحر. والله يا جماعه كانوا طبعا مصدومين، ازاي انتوا اصلا عندكم باسكت وكمان بنات باسكت؟ ازاي ده مش عارف ايه الموضوع. كان كنت انا اول واحده في الفرقه اكون جايه مش من امريكا يعني، كنت كلهم يعني هم كلهم كانوا من امريكا، انا الوحيده بس اللي كنت انترناشونال من بره. فكان بالنسبه لهم اللي هم اول مره يتعاملوا، انا مش يعني ماليش اهل هنا برضو يعني ما عنديش اي حد اكون عارفاه يعني في امريكا، فهم اصلا كانوا مستغربين انت ازاي جايه كده لوحدك. فاللي هو انا كنت بتكلم معاهم اللي هو انا جايه الاول ما حدش كان يعني حتى كنت بنزل التمرين وكده. بيخافوا يكلموك نادين بصراحه؟ لا ما يخافوش يكلموني خالص، بالعكس هم كانوا حابيني، وانا يعني انا الحمد لله الناس بتحبني عشان يعني انا ما عمري ما حد يكون حد متضايق مني في حاجه. اسف انا اسف بقى. يعني ايه بقى؟ خش بقى. لا يا نادين اجتماعيه يعني بصراحه يعني بتعرف على طول تلم الامور. يعني هي بتعرف تتعامل كويس قوي مع الناس وتعرف تتعامل مع مختلف الاعمار يعني بصراحه، لان هي لما كانت صغيره هي فعلا دخلت على فرقه كبيره قوي سنها كبير يعني ناس متجوزين ومخلفين ممكن شويه يبقوا قدها. فيعني هي دخلت يعني هي بتعرف تتعامل مع الناس يعني هي على طول الناس الحمد لله بتحبها، هي لسه على تواصل حتى مع الناس هنا في فرقتها ومنتخب مدربينها كلهم، اخبارها الناس كلها متابعاها، الناس كلها بتدعي لها، حتى انا فرقتي الاولاد يعني ساعات لما نادين تعمل حاجات او تعمل ارقام يبتدوا بقى يبصوا لي اللي هو ايه مبسوطين يعني اللي هو ايه ده ومش ايه ده ما شاء الله ومش عارف ايه. هم كلهم بيدعموا انا نادين يعني متربيه معانا يعني في النادي، احنا هنا في النادي العيله كلها يعني زي مثلا عيله مثلا رحاب الترحاب الغنام والغنام عيله الغنام عيله الغنام العيله مثلا كده في عيله كده في الباسكت هي الناس كلها متابعه بعضيها والناس كلها عارفه بعضيها، فهي الناس بتبقى كلها متابعه اخبارها ومتابعه اجتماعيه، هي داخله مع النادي وداخله مع الناس وداخله مع اصحابها وداخله مع فرقتها وكده. دخلتي مع الناس هناك بس كان في مشاكل قبل كده؟ ما قابلتنيش يعني انا ما كنتش بشوف المشاكل ان هي مشكله يعني انا كنت بلف حوالي مشكله وابسطها لنفسي جدا اللي هي مش مشكله. اكيد حصلت لي اوقات كتير جدا اللي هو ممكن اكون فكرت اللي هو انا بجد ضعيف اللي هو لا طب انا كنت زماني بلعب في الاهلي وقاعده مع اهلي ومبسوطه وجامعه وعربيه كل حاجه تمام، بس انا اخترت اللي هو كده ومفكره تاني اللي هو لا دي حاجه كان نفسي احلم بيها
وانا مش من النوع يعني انا لو في حاجه انا عايزه اوصلها عايزه اوصلها، انا مش بحب اندم على حاجه اللي انا كان جات لي فرصه ما عملتهاش. ففكرت اللي هو خلاص يعني انا عايزه امشي في الطريق ده. يعني انا روحت هناك بقول حضرتك ما حدش كان متوقع خالص اللي هو يعني كنت حتى في التمارين وكل حاجه ما حدش متوقع. جه بقى عندنا اول ماتش ليا، طبعا كنت مرعوبه اول ماتش بلعب في صاله غريبه جدا وناس كتير والدنيا كانت مختلفه عندي، القوانين اساسا كمان مختلفه في دوري الجامعات، كل حاجه كانت مختلفه عني جدا. باول ماتش الكوتش بدات بيا رهبه طبعا كبيره، انا مش هنسى يعني انا اول ماتش ده كان اوحش ماتش انا لعبته في سنيني كلها. انا دخلها باسكت واحد الماتش كله او 4 بوينت الماتش كله وبلعب اللي هو انا مخطوفه. انا لعبت قد ايه في الماتش ده؟ لعبت مده كويسه، يعني انا بلعب هناك باخد التايم بتاعي كل حاجه، بس انا بلعب مخضوضه ومش عارفه يعني انا اصلا عمري يعني انا مش بخاف من ماتشات ولا بيجي لي قلق ولا الحاجات دي، دايما بكون مبسوطه لما انزل الملعب مبسوطه ببقى مبسوطه. فكان الماتش اصلا بالنسبه لي انا اللي هو ايه ده، انا مش مصدقه كل حاجه حواليا. تاني ماتش بقى بعديها يعني كان يوم اجازه، تاني ماتش عندنا دخلت 28 بوينت از ان انا اول سنه في الجامعه، ده اساسا اللي هو يعني الناس حصلت. كلها اللي هي كانت تقول ايه ده، يعني اللي هو ده ازاي، واللي انا كنت اصلا السبب اللي خليتهم يكسبوا، والحمد لله كنت عامله ماتش كويس جدا 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 اللي هو يعني ساعتها كل الناس شافتني وقالت لي ايه ده. طب كان باين بقى ساعتها اللي هو طبعا الاول كان في قلق وتوتر، ومن ساعه الماتش ده الحمد لله وانا مكمله يعني كويس، الثقه تمام. انا يعني الحمد لله احسن حاجه فيا ان انا ثقتي يعني الحمد لله بنفسي ما بتتهزش، يعني عادي بضيع في الماتش ما فيش مشكله، الجايه اللي هشوطها الجايه دي داخله. تعامل مع المدرب او المدربه بتاعتك هناك الوضع ايه بعد ما عملتي 4 بوينت في اول مباراه؟ ما فيش، هي كانت عارفه، هي قالت لي انا كنت متوقعه جدا جدا ان ده يحصل لك وده شيء طبيعي. انت انا كنت مسافره صغيره 17 سنه، قالت لي ده شيء طبيعي جدا جدا ان يحصل لك حاجه زي كده، وقالت لي قالت لي بنفسك هتشوفي هتعملي ايه الماتش الجاي. الماتش الجاي نزلت ولا كان عادي جدا بلعب ماتش في صاله صغيره في النادي الاهلي، عادي جدا بلعب وبثقه جدا وعملت فعلا. يعني الناس كلها كانت اللي هي خارجه بتقول لي، الناس كلها اللي هو بيسالوا عليا البنت دي اصلا مين منين كده بالظبط، البنت يعني ايه ده مصر، طب مصر منين ايه مصر؟ ايوه طب ايه ده، بقول لهم اه كنت بلعب في المنتخب وكاس عالم مش عارفه ايه، اللي هو بالنسبه لهم بقى الموضوع اتفتح اللي هو ايه ده في اساسا ناس في مصر اللي هم اساسا يجوا يشوفوا ناس بيلعبوا هنا في الاهلي كده. يعني الفرق بين رياضه كتير قوي بالذات لغايه وصلت امريكا يعني، لكن برضه هرجع ليكي للبيت، بيطلبوا اكل معين في البيت؟ يعني كابتن محمد بيحب ايه ياكل في البيت عندك؟ ريحت يا مريم.